صلى الإله على النبي وسلم، والآل من ورثوا الكتاب المحكم. صلوا عليه وسلموا وترحموا، سعد المصلي بالنبي وأكرما. صلى الإله على النبي وسلم، طوبى لمن أضحى بطه مغرما، وبآله في دينه مستعصما. طوبى لمن قصد المدينة زائرا، وتوسلا صلى جوارك محرما. صلى الإله على النبي وسلم، طه عشقنا قبة نبوية، تعلو رياضك طيبها يروي الظما. طه عشقنا تربة قدسية، إني لشوق لقائها أبكي دما. يابا يا احمد. يابا مالك يابا؟ شو اللي شاغل فكرك يابا؟ انا وين بدي اسجل بالجامعه؟ هاي كل اصحابي سجلوا، وانا اللي كنت اجيب الاول ما سجلتش. يعني هذا هو اللي شاغل فكرك؟ طول روحك يابا، بس هاليومين وان شاء الله خير. ان شاء الله يابا، ان شاء الله. توكل على الله، توكل على الله يابا. ماشي ماشي، توكل على الله انت بس، ابعت لي اياه. السلام عليكم. ان شاء الله. ابو محمد انا سامعك، حياك الله. ولا يهمك يا سيدي، تكرم عيونك، بس خليه يجيب لي الاوراق الرسميه معاه والشهادات تاعته ويشرف لعنا. تكرم عينك. ولا يهمك يا ابو محمد، ولا يهمك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا اخوي شفيع. لا حول ولا قوه الا بالله. بحكي لابو محمد انه في شاب متفوق جدا، وابوه وضعه صعب كثير، مش قادر يسجل في الجامعه. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يكون بعون الناس. امين يا رب العالمين. احكي لي شو صار في المستشفى. لا الحمد لله كل شيء تمام، والغرفه بلشت تستقبل المرضى. الحمد لله رب العالمين. الله يرحمك يابا، ويرحمك يما، ويجعل مثواكم الجنه يا رب. بركي ما رضي ابو العبد يابا. كيف ما يرضى؟ بيرضى أبو العبد. هذا الرجال هو أخوه فيهم لله. لسه اليوم افتتحوا غرفة بالمستشفى وجهزوها بأحدث الأجهزة، عن روح أمهم وأبوهم. الله يجزيهم الخير ويكثر من أمثالهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا أخوي، هاي بتصرفها من صيدلية الخالد. شكرا شكرا، الله يبارك فيك ويجزيك الخير يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعين الناس. يا اخوي ابو العبد، وين انت؟ غرفة الاجتماعات؟ ماشي ماشي، هيني جاي. اعطيك العافية استاذ ابو العبد. الله يعافيك. في جماعة جايين بدهم يشوفوا، خليهم يتفضلوا. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو خير يا أبو العبد، بشوفك بغرفة الاجتماعات قاعد.
في عندنا اجتماع بعد ساعة مهم جدا وجاي وفد من برا. على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. الله يزيد فضلك. أهلا وسهلا. أنا أبو أحمد وابني أحمد. يا سيدي أهلا وسهلا فيكم، تشرفنا. هات يا أبو أهل وبركات. هذول يا أبو العبيد أوراق أحمد. ما شاء الله عمي، وشو ناوي تدرس؟ إن شاء الله هندسة مدنية. ما شاء الله ما شاء الله. أخي أبو فهمي الله يرضى عليك، بدي تروح عند ابتسير ويسجله وفق الأصول، وبدي اليوم أحمد يسجل في الجامعة. على راسي يا أخو، فضل الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير يا رب. أهلا وسهلا يا الله يعطيك العافية. هذا فضل ربنا عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا ابو، الله يرضى عليك يا ابو، الله يعطيك. اهلا اهلا بالباشمهندس. كيف الجامعه معك اليوم يا ابو؟ الحمد لله رب العالمين، كل شيء تمام يا ابو. الحمد لله. الله يبارك فيك يا ابو العبيد، انت واخوك ابو فهمي، ويبارك لكم في مالكم يا رب. اللهم امين. امين. صحيح يا ابو. نعم يا ابو. سمعت انه ابو العبيد واخو ابو فهمي بدهم يتبرعوا في بناء قسم جديد في قسم الأيتام. يا رب يبارك لهم في مالهم ويجزيهم الخير يا الله. ما شاء الله يا الله، كل ما بيعملوا إشي في البلد الله بيعطيهم وبيزيدهم زيادة. والله صحيح يا الله، إن شاء الله بيكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ما سمعت بالحديث الشريف شو بقول؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. صلى الإله على النبي وسلم، والآل من ورثوا الكتاب المحكم. صلوا عليه وسلموا وترحموا، سعد المصلي بالنبي وأكرم. صلى الإله على النبي وسلم، يا رحمة الرحمن يا نور الهدى، طابت لنا الدنيا بذكرك دائما. يا حجة الباري على كل الورى، لولاك ما صلى التقي وأحرما. الأنبياء علوتهم فضلا كما يعلو النجوم البدر في كبد السماء. هيهات أن يرقى سواك ويعتلي ظهر البراق مشاهدا غيب السماء.